اهلا بيكم، معاكم علاء من تيم راب سين ومعانا فيديو اخبار. قبل ما نبدا اي حاجه خلينا نروح لتراك تاي جي بعنوان تراب جاد. شد خطي نجا انتر دار اندريتي بمزيكا انا فجار عامل اسد وانت في بيتك دوب ما تتحنش يا زميل عركه فرد وفار نعمل موجه على الميه. وده كان تراك تاي جي بعنوان تراب جود. لو حابب تسمع تراك هتلاقي لينك التراك في اول كومنت مثبت تحت، وخش برضو قناة تاي جي في تراكات كتير منزلها الفترة الاخيرة، في تراكات كويسة كنا نزلناها من فترة زي تراك اتنسينا. وشغل تاي جي الفترة الاخيرة بشكل عام كويس، فروح اسمع واستنى الجديد عنه. وقبل ما نبدأ حابين نعتذر لكم عن خطأ بسيط كان في الفيديو الاخير، كان في سكرينة في بداية الفيديو المفروض ان هي الرع، لكن السكريبت اتكتب ان هي سكرينة الليجاسي، وطبعا ما كانتش مقصودة لان كان التكست مكتوب عند الاسم في السكرين شوت فكان مغطي على اسم مين، فاللي اتعامل مع السكرين على طول افتكرها الليجاسي وعليه مشي الموضوع فويس اوفر ومونتاج وعدى علينا من غير ما ناخد بالنا، لحد ما حد كتب كومنت وخدنا بالنا من الموضوع وصلحناه. ودلوقتي خلونا نبدأ الأخبار لأن طولنا عليكم، ونبدأ من عند أبيوسف. أبيوسف نزل أسك على الانستجرام من حوالي يومين، وفي حد سأله انت ليه ما عملتش كليب فاجر زي ما احنا كنا مستنيين منك، والمفروض السنة دي بتاعة المجال، والمجال يعني يوسف. فأبيوسف رد عليه وقال له حبيبي أنا هنا عشان أعمل فلوس وعملتهم بأقل تكلفة ومجهود، وهشتري الفيلا وبعدين أبقى أشوف لو جالي مزاج أعمل فن. بعد كده في حد قال لأبيوسف تنكر انك بتهبد، وأبيوسف رد عليه وقال له مناخيرك كبيرة في إشارة البنوخي يعني، وان انت بتكذب. بعد كده في حد قال لأبيوسف انت بتكسر فنزك بالتدريج، فأبيوسف نزل له فيديو كده من الحفلة وقال له دي من أسبوع لسه. واخر حاجة معانا ان كان في حد سأل أبيوسف قال له مفيش شغل مع أرسينيك قريب، فأبيوسف رد عليه وقال له ان تراكه الجاي هيكون مع أرسينيك. طبعا أرسينيك ورغم ان هو منزلش تراكات كتير او السنة دي، لكن أرسينيك خد ريسبكت من رابرز كتير جدا يعني، وكان على راس القايمة يعني اللي ادوا ريسبكت لأرسينيك كان أبيوسف اللي قال قبل كده في فيديو ان أرسينيك مجاز زيه قبل كده، وان لو جه زيه بعد كده هيكون بسببه لانه بيعمل مدرسة جديدة، وان محدش يقدر يشد مع أرسينيك والكلام من ده، وانه ما سمعلهوش تراك وحش قبل كده. فده كان تصريح من أبيوسف قبل كده، وريسبكت لأبيوسف ان هو دلوقتي راح يعمل فيت مع أرسينيك، ده هيكون دفعة جامدة جدا لأرسينيك الفترة الجاية، وبنلاحظ ان أبيوسف بيعمل كده كل فترة. وبالكلام على أبيوسف لاحظنا ان أبيوسف نزل تراك اسمه زيكا كان فيتشرينج ابو الانوار وليل بابا وحسن خورشيد، هو التراك كان نقدر نقول كده ان هو ايه في تسخيف كده شوية، مش مديني تراك حقه، اللي هو كان بس كده ايه هنسجل حاجة ونصور كده حاجة في اللذيذ وتنزل زي تراك البراندة كده ما نزل من أبيوسف. وتقريبا التراك كان المفروض اللي هو نازل يستهدف فيه الترند، خاصة ان كان التراك نازل بعد شاهين بحوالي يوم ونص او يومين، فكان شاهين وقتها في الترند 2 أو 3 حاجة زي كده. فأظن ان أبيوسف كان بيتارجت حتة ان انا هنزل بتراك بأقل مجهود وبأقل تكلفة وهجيب بيه الترند، بس التراك ما حققش الغرض اللي هو المفروض نازل ليه، اذا كان طبعا ده الغرض اللي نازل ليه. فأبيوسف مسح التراك، هو مش برايفت، هو اتمسح خالص. جينا ندخل على اللينك لقينا ان الفيديو دوت اليوزر نفسه مسحه. طبعا أبيوسف من اكتر الناس اللي نزلت تراكات السنة دي، واكتر واحد باكتساح مسح تراكات السنة دي، لان أبيوسف اتوقع ان هو مسح اكتر من 10 تراكات ما بين تراكات جديدة نزلت وما بين تراكات قديمة يعني، حتى الديس اللي كان نازل على شاهين عملتها اجمد اتمسح، فمش عارفين الدنيا فيها ايه بالظبط. لكن هو أبيوسف قالها في اعلان بيبسي انا ما عنديش مشكلة امسح كل الشغل اللي انا عملته وابدا تاني من بكرة من الصفر، فهي دماغ أبيوسف كده. وقبل ما ندخل في الخبر اللي بعده حابب افكركم بسلسلة تعليم راب، وانها هتبدا كمان يومين، هيكون اول حلقة في السلسلة يوم الجمعة الموافق 3/1، وزي ما شفتوا في البرومو هيكون مقدم السلسلة هو الديناصور رميح. وطبعا اللي مش فاكر رميح فاكيد هيفتكروا من الصورة اللي ظاهرة قدامكم، واكيد شاف فيديو مصطلحات الراب اللي كان نازل قبل كده، ده كان فيديو قديم جدا لرميح، لو ما شفتوش برضك هتلاقي لينك البلاي ليست بتاعت الفيديوهات اللي نزلت قبل كده في الديسكريبشن تحت، فهتلاقي الفيديو القديم بتاع مصطلحات الراب بتاع رميح موجود على البلاي ليست، وهتلاقي فيه فيديو جديد نزله رميح من حوالي اسبوع برضو.
هتلاقي برضك اي شغل جديد هينزل على سلسله تعليم راب هيكون موجود جوه البلاي ليست هنا، فهتلاقيها في الديسكريبشن تحت لو حابب تشوف الفيديوهات اللي نزلت قبل كده. ودلوقتي خلونا نروح لدراجون هيل اللي نزل ستوري على الانستجرام كتب فيها هارد كور تراب 2020 ومنشن باتستوتا. وباتستوتا رد على دراجون هيل وقال له يا ساتر يا رب هولي شيت. فتقريبا يا اما دوت الفيت اللي بين باتستوتا ودراجون هيل اللي اتكلم عليه باتستوتا وقال ان هو بعنوان زلزال، يا اما باتستوتا هو اللي عامل البيت لدراجون هيل. وطبعا زي ما احنا عارفين دراجون هيل نازل بشغل قوي جدا في 2020 وكان اتكلم اكتر من مره عن الموضوع. وخلينا دلوقتي نروح كده لجزء من تسجيل واحد من تراكات دراجون هيل اللي هتنزل في 2020 ونرجع تاني. وده كان جزء من تسجيل دراجون في استوديو انتو ماي مايند مع احمد جي. ولو خدتوا بالكم كده من اخر حته في التسجيل اللي كان مشغله دراجون هتحسوا ان في الفلو بتاع بابلو في السايفر بتاع معازف، تحديدا في المباراه اللي كان بابلو بيقول فيها بابلو في الحقيقه سجان، بابلو يحبس الانفاس، الكلام ده. فنستنى شغل دراجون ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي، وانا متوقع ان هو حاجه كويسه جدا من اللي انا سامعه ده. ودلوقتي خلينا نروح للراب الكويتي، وهيفضل معانا دراجون بردوك لان هنروح لفورتكس اللي نزل فيديو على الستوري عنده على الانستجرام. وفورتكس كان ممنشن دراجون هيل وحاطط علم مصر وعلم الكويت وبينهم ايموجي فاير، فواضح ان في بينهم الفتره الجايه. فخلينا نروح نشوف الفيديو ونرجع تاني. بيبي الشعب المصري عظيم، دراجون هيل حجي لزقيري يي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 
اوزي والمحنك، ومش عارف بقى هل الدراجون هيل هيكون ضمن بروجكت السايفر ولا ده هيكون فيت بين فورتكس ودراجون هيل لوحده. فخلينا نروح لفورتكس. وقبل ما نروح لاخر موضوع معانا، احنا دلوقتي بنجهز لفيديوهات حصاد 2019. هيكون في فيديو نازل عن الاحداث اللي حصلت في 2019 كلها، سواء في المشهد المصري سواء في المشهد الخليجي، وهيكون في فيديو عن احسن 15 تراك نزلوا سواء في المشهد المصري او الخليجي برضو، وهيكون في فيديو نازل لاقوى دسات نزلت في 2019. فدلوقتي حابين منكم تكتبوا لنا تحت في الكومنتات احسن 10 تراكات سمعتوهم السنه دي كتوبيك او تراكات هادفه، وكمان احسن 10 دسات نزلوا في 2019، واحنا هنشوف كومنتاتكم اللي انتوا هتكتبوها كلها، وهيكون في اعتماد نسبي على الاراء العامه اللي انتوا بتكتبوها في الكومنتات تحت. بس دي كانت اخر حاجه حابب اوضحها، ودلوقتي هنروح لاخر موضوع معانا. واخر موضوع معانا هو عن كلاش وعن المشهد السعودي. كلاش طبعا كنا نزلنا تصريحه ورده على سلومو بخصوص التحدي اللي سلومو وجهه لكلاش في بطوله بريف للام ام اي من حوالي كام يوم. فاللي حصل ان احنا كنا عرضنا بس 30 ثانيه من الموضوع، وكان الموضوع مكتزق شويه، فده الموضوع بالكامل. لو في حد متابعنا مثلا ما شافش الموضوع بره يقدر يشوف التفاصيل بشكل كامل في توضيح كلاش اللي جاي. وطبعا الموضوع مستمر وسلومه في تصريحات جديده منه، بس مش هنعرف ناخدها دلوقتي، وهناخدها في الفيديو اللي جاي مع كل التفاصيل اللي حصلت حوالين الموضوع. فخلينا نروح لتوضيح كلاش، وده هيكون اخر حاجه معانا. المهم حصل الشو اللي كانوا يبغون يسووه، انا ما طلعته ولاني كنت رافض اني اطلعه اصلا. فبعد ما نزل الرابر هذا الاخ، بعدها كذا في نص الفايت الثامن اتواجهنا، فصار والله قسما بالله صار يطالع فيه ويتبسم يقول لي لا تزعل لا تزعل، الهرجة شو وانا ما ابغى مشاكل، وهذا انطلب مني. قلت برضو انا انطلب مني لكن انا رفضت، انت طلعت لكن عوافي، انا ما نزعل من الموضوع هذا، فعوافي يعني اوكي. الناس عارفه ايش اللي صاير في الراب، اللي يتابعوا في الراب يعرفوا ايش اللي صاير في الراب، ويعرفوا مين الصادق ويعرفوا مين اللي يقول كلامه يطول، ويعرفوا الكلام ده. فعوافي، هذا هو الموضوع باللي فيه، ومش شيء يزعلني يعني. وعوافي انتم يا شباب، يعني
لا تعطوا الموضوع اكبر من حجمه. اللي حصل نفس اللي قلته لكم كان شيء متفق عليه، واللي ورا الكواليس والله كلام ثاني، اقسم بالله يا شباب كلام ثاني. فان كان تبوا تغلطوا احد او تزعلوا من احد الرابر سيبوا اعتقوا، والله هو سوى ذا يعني ممكن انضغط يعني لانه هو طلب من سمو الشيخ يعني وما قدر يرفضه، فالغلط من المنظمين مش من هو غلبان يا شيخ. لا حد يأذيه، لا حد يقول له شيء، مره تجاهلوا الموضوع. اذا في غلط فالغلط من المنظمين، لانهم لما جاوا استاذنوا وديتهم كلمه انه انا ماني طالع، مو من حقك انك تبغى تطلعني غصبا عني، لاني ما حطلع غصبا عني، فهمت؟ فهذا هو اللي حصل يا شباب. سلام. وده كان توضيح كلاش بخصوص التحدي اللي حصل من سلومو. طبعا كالعادة ما تنساش تشترك في القناة لو مش مشترك فيها، ما تنساش تشير القناة لأي حد من صحابك مهتم بالراب سين عشان نوسع دايرتنا أكتر، وما تنساش تعمل لايك لأن ده بيساعد جدا في انتشار الفيديوز. وشكرا للمتابعة.